السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام مصري عايش في ألمانيا. زي ما حضراتكم شايفين دي كارما أمريكان بولدوج على بولي، عمرها سنة وثمان شهور، والنهاردة كده فلوج صغير. الجو حلو زي ما احنا شايفين كده، طبيعة مفيش أحسن منها، فقلت أخدكم معايا ونشوف مع بعض. كم يا كم هوبي عين الموز. المكان دوت عمره أكتر من 250 سنة، وفي قصر كده في الاخر هنروح ان شاء الله هناك ونشوف القصر مع بعض. القصر دوت بردك انا اشتغلت فيه قبل كده، والمكان دوت هنا بردك تابع للقصر، يعني اي حاجة هتشوفوها هنا بردك هي تابعة للقصر اللي احنا هنروح عنده، اللي انا اشتغلت فيه واللي احنا هنروح عنده دلوقتي مع بعض. طبعا هم قافلين كده عشان زي ما احنا شايفين بيظبطوا الارض، لكن الاماكن كلها مفتوحة النهاردة، وكل المحلات كمان ابتدت تشتغل وكده، بس السلمات والجيمات لسه ما اشتغلوش. سو دي طاحونة هوائية عمرها من عمر بردك القصر هنا والمكان ده كله. المكان ده على فكرة كبير جدا جدا جدا، واكتر من 250 سنة المكان دوت بالقصر كمان. زي ما قلنا احنا هنروح للقصر كده ونشوف.
عشان لما الكلب يعمل اي حاجة في الشارع يعمل حاجته تاخد كيس وتسحبه وتشيل الحاجة بتاعته يعني. الفكرة دي كويسة واتمنى يعني ممكن حاجة زي دي ينفع تتعمل في مصر، لو في اماكن كده في كلاب كتير وكده ممكن الناس تلم من بعضها ويعملوها، عشان احنا كلنا عارفين لما حد بيدوس في الحاجة بتاعت الكلب بيبقى حاجة مش لطيفة يعني، عشان دوسنا في الحاجة دي. الساعة 11 بالليل والدنيا تنور تاني الساعة 4 الصبح. الساعة 4 الصبح تبتدي الدنيا تنور، تبتدي من الساعة 11 بالليل تضلم في شهر 7 و 8 التسعة الا ربع ايه، عشان محدش بس يقول الساعة كانت واقفة كأنها يعني زي الساعة 3 الساعة 4 في مصر. دي جنينة تانية غير اللي احنا كنا فيها خالص، بس الجنينة دي فيها حاجة كده غريبة في النص عايز اوريها لكم. المسلمين في ألمانيا ما بيتدفنوش مع أي ديانات تانية، المسلمين ليهم مدافن خاصة بيهم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسناش باللايك والكومنت وأهم حاجة الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.